بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزتي الكريمات أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. دائما في إطار أجي تفهم الرياضيات، دورة تكوينية في مهنة التربية والتكوين، مادة الرياضيات للمقبلين والمقبلات على مباراة التعليم القادمة إن شاء الله. إذن اليوم وصلنا للدرس السادس الخاص بالمتراجحات. إذن غادي نفهموا هذا الدرس ديال المتراجحات من خلال مجموعة من القواعد وكذلك مجموعة من الأنشطة والتمارين التطبيقية. إذن أولا المتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد، كما قرينا المعادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد، كذلك المتراجحات بمجهول واحد من الدرجة الأولى. إذن تعريف المتراجحة أو كتسمى المتباينة، هي جملة رياضية تضم هاد الرموز. إذن هي كتسمى إما متراجحة أو لا متباينة. إذن هي واحد الجملة رياضية كتضمن هاد الرموز، إما أكبر أصغر، أكبر من أو يساوي، أصغر من أو يساوي أو يخالف. إذن المتراجحة AX زائد B أكبر من الصفر تسمى متراجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. إذن كما كانت عندنا AX زائد B يساوي صفر في المعادلة، الآن عندنا AX زائد B أكبر من الصفر، إذن قلنا هي متراجحة أو متباينة، هي جملة رياضية تضم هذا الرمز هذه. إذن هنا كاين الرمز الأكبر. ملاحظة، إذن الحل ديال المتراجحة هو أي قيمة لـ X تجعل المتراجحة صحيحة. كيف ذلك؟ مثلا هنايا فهاد AX زائد B أي قيمة عطيناها الـ X، يعني تحققنا هاد الشرط ديال أنه هادشي كامل يكون أكبر قطعا من الصفر. على سبيل المثال ناقص 2 وناقص 1 وصفر وواحد وسبعون ألفا هي حلول المتراجحة X، يعني هنايا X أكبر أو يساوي من ناقص 2. إذا إلا عوضنا X بناقص 2 هنايا أكبر من أو يساوي ناقص 2، إلا عوضناها بناقص 1 غادي تكون أكبر من ناقص 2، عوضناها بصفر غتكون أكبر من ناقص 2 إلى غير ذلك. إذا على سبيل المثال صفر وواحد وسبعون ألفا هي حلول المتراجحة، كذلك إكس أكبر من ناقص 2. تمثيل حلول متراجحة على مستقيم المدرج. إذا بالنسبة للمتراجحة يمكننا أننا نمثل الحلول ديال هذه المتراجحة على شكل مستقيم مدرج. هنا عندنا مستقيم مدرج، حنا كنعرفوا مستقيم مدرج يتكون من الحلول الموجبة والحلول السالبة، وكاين واحدة الصفر بيناتهم. إذا هنايا مثلا إكس أكبر من ناقص 2، يعني جميع الحلول هي الحلول اللي هي أكبر من ناقص 2، جميع الأعداد التي هي أكبر من ناقص 2 هي حلول لهذه المتراجحة. نفس الشيء هنا إكس أصغر من أو يساوي ناقص 2، إذا جميع الحلول التي هي أصغر من ناقص 2 هي حلول للمتراجحة. هنا كذلك إكس أكبر من ناقص 2، إذا جميع الحلول اللي هي أكبر من ناقص 2 هي حلول لهذه المتراجحة إلى غير ذلك. إذا الآن الحالة واحد، عندنا أربعة ديال الحالات. حالة واحد، إذا كان أ أكبر من صفر فإن حلول المتراجحة AX زائد B صغر من صفر هي X أصغر من ناقص B على A. دابا في الحالة ديال A كان أكبر من صفر، مثلا كان هو واحد ولا اثنان ولا ثلاثة ولا غير ذلك، فإن الحلول ديال المتراجحة AX زائد B أصغر من صفر هي X صغر قطعا من ناقص B على A. مفهوم؟ هذه هي الحالة الأولى. المثال مثلا حل المتراجحة A هي 4x ناقص 5 صغر من أو يساوي 2x زائد 3. كيفاش كنحلو هاد المتراجحة؟ كنحلوها كما المعادلات، كنضمو لواحد الطرف المجاهيل لواحد الطرف كنديرو المعالم. إذا هنايا غادي نحصلو على 4x ناقص 2x هي 2x، إذا 3 زائد 5 هي 8، غادي نحصلو على 2x أصغر من أو يساوي 8، وبالتالي x أصغر من أو يساوي 8 على 2، وبالتالي x أصغر من أو يساوي 4. إذا في هذه الحالة شنو عندنا؟ عندنا A هو 2، إذا A أكبر من صفر، يعني حلول المتراجحة AX زائد B أصغر من صفر هي X أصغر من أو يساوي أو أصغر قطعا من ناقص B على A. إذا حلول المتراجحة هي مجموعة الأعداد الأصغر أو يساوي 4، يعني جميع الأعداد اللي كتساوي 4 أو أصغر من 4 هي حلول لهذه المتراجحة. مثال آخر، عندنا 3 مضروبة في X ناقص 1 أكبر من X زائد 5، إذن هادية شنو غادي نديرو؟ فقط غادي نشرو هاد التعبير هدايا وغادي نبسطه إلى أن أصل إلى 2X أكبر من 8، وغادي نكون حصلت على A كيساوي 2 و B كيساوي 8، إذن X أكبر
من 8 على 2، إذا x أكبر من 4، إذا حلول مترجحة هي مجموع الأعداد الأكبر قطعا من 4. نمر الآن إلى الحالة الثانية، إذا كان a أصغر من الصفر فإن حلول المتراجحة ax زائد b صغر من صفر هي x أكبر من ناقص b على a. إذن شنو كنديرو؟ كنقلبو الرمز. إذا كانت عندنا المعادلة على هذا الشكل، هذا يا ax زائد b صغر من صفر، كتولي x أكبر من ناقص b على a. لماذا؟ لأن a في هذه الحالة غتكون سالبة، يعني غتكون أصغر من الصفر. نشوفوا مثال حل المتراجحة 2x ناقص 6 أكبر من أو يساوي 7x ناقص 1. إذن في هذه الحالة هذه كنبسطوا التعبير، يعني مجاهيل الى جهه والمعالم الى جهه، اذا غنحصلوا على ناقص 5 اكس كبار من او يساوي 5. فهاد الحاله شنو عندنا؟ عندنا ا سالب، يعني اصغر قطعا من صفر، يعني الرمز غادي نقلبوه، كان اكبر من او يساوي غادي يولي اصغر من او يساوي، وغادي نحصلوا على اكس اصغر من او يساوي ناقص 1. اذا حلول المتراجحه هي مجموعه الاعداد الاصغر او يساوي ناقص 1. مثال اخر، ب كيساوي x على 2 زائد 3 ناقص 2 x على 3 أكبر قطعا من 1. إذا هنا كنبسطو بشكل عادي، هنا كنوحدو المقام أولا ثم كنشرو وثم غادي نحصل في الأخير على هذا التعبير، هذا من بعد ما نكون ضربت على المقامات المتساوية، 3 x زائد 6 ناقص 4 x أكبر قطعا من 6 إلى غير ذلك، غادي نحصلو على ناقص x أكبر من صفر. في هذه الحالة هذه A يساوي ناقص 1، إذن أصغر قطعا من صفر، يعني خصنا نقلبو، شنو غادي نديرو؟ غادي نقلبو هذا الرمز، يعني غادي يكون أكبر قطعا من صفر غادي يولي أصغر قطعا من صفر. إذن حلول متراجحة هي مجموع الأعداد الأصغر قطعا من الصفر. مثال آخر هو المثال C، x على ناقص 3 أكبر قطعا من 2. إذن في هذه الحالة خصني أولا نوحد المقام، ثم غادي نحصل على تعبير ناقص x أكبر من 6. إذا في هذه الحالة A هو ناقص 1، إذا أصغر قطعا من صفر، يعني خصنا نقلبو الرمز، كان ناقص x كبار من 6 غادي يولي صغر من ناقص 6. إذا حلول المترجحة هي مجموعة الأعداد الأصغر قطعا من ناقص 1. الآن الحالة 3 والحالة 4. الحالة 3 متراجحات لا تقبل حلا، يعني المتراجحات اللي ما عندهاش حلول. مثلا بحال المتراجحة هذه 2 x ناقص 5 على 3 ناقص x زائد 1 على 2 أكبر من أو يساوي x على 6. هنا أول حاجة كنديرو توحيد المقام، ثم كننشرو إلى أنه بسيطة حتى كنوصلو إلى التعبير 0 x أكبر من 13، وهذا غير ممكن. لماذا؟ لأن 0 أصغر من أو يساوي 13، داكور؟ 0 أصغر من أو يساوي 13، يعني 0 إلا ضربتو في x غيساوي إلى 0. واش عندنا شي صفر كبار من 13؟ راه ما يمكنش، 13 اكبر من صفر، اذا المتراجحه ليس لها حل. الحاله الرابعه، متراجحات لها ما لا نهايه من الحلول، يعني عندها ما لا نهايه من الحلول، هي بحال المترجحه هذه 5 مضروبه في 2 اكس ناقص 1 ناقص 7 اكس اصغر من 3 مضروبه في اكس زائد 1، كنبقاو نبسطوا حتى كنوصلوا ل 0 اكس صغر من 8، وهذا ممكن. لماذا؟ لان مهما كان x فإن 0 صغر من 8، يعني دائما 8 أكبر من 0. إذا المتراجحة لها ما لا نهاية من الحلول. شوفوا الآن تمرين تطبيقي، إذا تمرين رقم 1 تمرين تطبيقي حل هذه المتراجحات، كذلك نطبقوا نفس الشيء اللي طبقناها في الحالات الأربعة اللي طرقنا لها في الأول. إذا تصحيح التمرين التطبيقي، إذا أولا بدأوا بـ 2x زائد 3 كبار من 6x زائد 3، إذا هنا المعالم إلى جهة والمجاهيل إلى جهة، إلى أن نحصل على A شحال كيساوي. هنا في هذه الحالة A كيساوي ناقص 4، إذا شنو خصنا نديرو؟ غادي نقلبو الرمز، غادي نحصلو على X أصغر من أو يساوي 0. إذا حلول المتراجحة هي مجموعة الأعداد الأصغر أو يساوي 0. التعبير الثاني B، 3 ناقص 2 x زائد 1 صغر من او يساوي 3 زائد 1. اول حاجه ندخلوا الاشاره على هاد الاقواس، فنحصلوا في الاخير على تعبير 5 ناقص 5 x صغر من او يساوي ناقص 1. في هذه الحاله a كيساوي ناقص 5، اذا خصنا نقلبوا الرمز، غادي نحصلوا على x اكبر من او يساوي 1 على 5. اذا حلول المتراجحة هي مجموعة الأعداد الأكبر أو يساوي 1 على 5. نمروا إلى التعبير الآخر، ناقص 3 فوا x ناقص 2 أكبر قطعا من 3 x زائد 8.
دونك نفس الشيء كنشرو من بعد كان بسطو التعبير غنحصلوا على ناقص 6 اكس اكبر من 2 اذا ا يساوي ناقص 6 اذا خصنا نقلبوا الرمز غادي يحصلوا على اكس اصغر من او يساوي او اصغر قطعا من ناقص 1 على 3 اذا حلول المتراجعه هي مجموعه الاعداد اصغر قطعا من ناقص 1 على 3 تعبير دي اكس زائد 2 فوا اكس ناقص 5 اصغر من او يساوي 3 اكس اذا نفس الشيء خصنا نشرو عاوتاني ملي كنوصلوا على هذا التعبير هذا صفر اكس اصغر من او يساوي 10 اذا هنايا هذه المعادله تقبل ما لا نهايه من الحلول وبما ان صفر اصغر من او يساوي 10 فان جميع الاعداد الحقيقيه هي حلول لهذه او لهاته المتراجعه فهم تعبير او اذا ناقص 1 على 2 اكس زائد 3 اكس اكبر من او يساوي 0 اذا هنايا اول شيء شنو خصنا نديرو كنعملو باكس لانه هو العامل المشترك ما بين الحدين اذا اكس غنحصلو على هذا التعبير هذا ومن بعد غادي نحصلو على 5 على 2 اكس اكبر من يساوي 0 اذا في هذه الحاله هذه حلول المتراجعه هي مجموعه الاعداد الاكبر من او يساوي 0 تعبير اف 2 ناقص اكس على 3 ناقص 3 اصغر من 0 نفس الشيء خصنا نوحدوا المقام اولا ثم نبسط الى ان نحصل ناقص اكس اصغر من 7 في هذه الحاله ا يساوي ناقص 1 اذا خصنا نقلبوا التعبير اذا حلول المتراجعه هي مجموعه الاعداد الاكبر قطعا من ناقص 7 تعبير جي اكس اس 2 زائد 3 اكس ناقص 1 صغر قطعا من اكس مضروب في اكس ناقص 2 زائد 4 كنبقاو كنبسطوا الى ان نحصل على 5 اكس اصغر من 5 اذا اكس اصغر من 5 على 5 اذا اكس اصغر من 1 اذا حلول المتراجعه هي مجموعه الاعداد الاصغر قطعا من 1 اذا هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو في الاخير اتمنى لكم كل التوفيق والسداد بقاو كتبعوا الفيديوهات ديال القناه كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.